السلام عليكم أصدقائي الكرام. عندما تصبح حبوب اللقاح تدخل إلى الخلية فهذا عنده عدة مؤشرات. طبعا غالب الأمر هي مؤشرات إيجابية على الخلية تاعنا. أول حاجة عندما تجد أن حبوب اللقاح تدخل إلى المنح إلى الخلية فهذا يعني أن المرعى في الخارج فيه مصادر للغذاء، النحل قام بالعثور عليها أو عثر عليها وبدأ يستغلها ويستفيد منها في سبيل التطور والنمو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حبوب اللقاح هي الغذاء الذي تتغذى عليه الحضانة. معناتها أنه طول ما حبوب اللقاح راهي تدخل إلى خليتك معناتها أنه فيه ملكة نشيطة، فيه حضانة، فيه تطور داخل الخلية. هذه النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، كل ما حبوب اللقاح يكون حجمها كبير، يعني النحلة لما تدخل إلى الخلية وفي جعبتها حبوب لقاح كبيرة، فكل ما هذا يعني أنه مؤشر جيد أنه الغذاء في الخارج متوفر بشكل كبير جدا، أنه درجة الحرارة راهي دافئة وبالتالي الزهرة أعطتنا كمية جيدة من حبوب اللقاح. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، كل ما الألوان أو ألوان حبوب اللقاح التي يجلبها النحل إلى الخلية كل ما تكون كثيرة كل ما هذا أيضا طيب، ويعني أيضا أن المرعى في الخارج ممتاز. في بعض الأحيان النحل كله يعود بلون واحد الأصفر فقط مثلا، ولكن في بعض الأحيان تجد أنه يحضر اللون الأصفر، اللون البرتقالي، اللون ممكن الداكن جدا، في بعض الأحيان مائل إلى السواد، في بعض الأحيان الأبيض الناصع. هذه كلها تعني أنه فيه مصادر حبوب لقاح كثيرة في الخارج ومتنوعة. لكن بصفة عامة كل هذه النقاط التي عرجت إليها سابقا كلها تعني أن الخلية تاعنا لم يتبقى لها إلا القليل القليل وسوف تنطلق في النشاط. فيه أيضا نقطة لا يجب أن نغفل عليها، إذا وجدت أن حبوب اللقاح تدخل مثلا، أنت تأخذ عداد الساعة وتضبطه على 60 ثانية يعني دقيقة، خلال هذه الدقيقة كل ما دخل النحل إلى الخلية وهو يحمل حبوب اللقاح بكثرة، أو خليني نبسط لكم الصورة، كل ما الحبوب اللقاح تدخل بكثرة إلى الخلية في وقت قصير جدا كل ما هذا مؤشر طيب وجيد على أنه الخلية تاعنا راهي أولا في صحة جيدة، أنه فيه حضانة بالداخل، فيه ملكة نشيطة، فيه مرعى في الخارج جيد، وهذا كله يخبرنا أنه الخلية تاعنا راح تنطلق بسرعة. هذه أيضا من المعايير التي من خلالها نعرف أن خليتنا قلت لكم بدأت تخرج من التشتية وتستعد للنشاط. في بعض الأحيان أصدقائي الكرام حبوب اللقاح ما تكونش فقط في أرجل النحلة، ولكن تكون في ظهرها وفي رأسها وفي كل جسمها، يعني تكون مرمدة أو معفرة بحبوب اللقاح، وهذا أيضا طيب ويعني أنه فيه وفرة في الخارج. المهم ربما النقاط ما كانتش مرتبة لأني أتكلم بارتجالية، ولكن الفكرة كي توصل هذا هو المفيد بالنسبة إلي. إن شاء الله تكون الصورة واضحة والفكرة وصلت. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء في عدد قادم إن شاء الله تعالى. يلا سلام.